السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، هذا هو الوقت الذي نستمع فيه إلى آرائكم واتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. البداية من العاصمة، ومعنا من هناك إسماعيل. إسماعيل، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا حضرتك أنت عارف إن العلوم السياسية بتقول على ما حدث في مصر هو انقلاب، صح؟ وقناة الجزيرة أقرت بكده. يا ريت حضرتك تعرف إن السيد الرئيس محمد مرسي المفروض إن هو مختطف من الجيش المصري وخدوه وحبسوه. يبقى حضرتك ما تنفعش تقول عليه المعزول، يبقى المفروض يتقال عليه المقبوض عليه أو المخطوف. دي حاجة. الحاجة التانية كلامي للشعب المصري. الشعب المصري لازم تفهم إن الجيش المصري لما مسك البلد دي من 60 سنة كان الدولار كان ب 25 قرش. وكنا مدينين أوروبا أكتر من 550 مليون جنيه استرليني. وبعد وكل ده وكنا حاطين إيدينا على السودان كمان وكنا رؤساء السودان. وكل ده ضاع ولغاية لما وصل الدولار لحد 7 جنيه والبلد في فشل. وابنك عمال يضيع فيها وعمال يمرضنا وعمال يشحتنا وعايشين في أسوأ عيشة. لكن وكمان لو أستاذ إسماعيل، اعترضنا هناك عسكريون حينما يتحدثون عن هذا الأمر يقولون إنه ما البديل؟ يعني بعضهم قال صراحة، قولوا لنا البديل اسم حد الديمقراطية. مدني يستحق أن أو يستحق أن يحكم مصر الآن. الكلام ده مش سليم خالص. الدول كلها الأوروبية لما اتطورت كده لما عملت ثوراتها واتحكمت بحكم مدني بقت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وبالقوه اللي احنا شايفينها دي. احنا عمرنا ما هنبقى لينا لازمه الا اذا العسكر رجع لسكناته ويرجع يشوف شغله، لان البلد محتاجه راجل مدني كل 4 سنين نختاره بنفسنا لان احنا الملاك، والناس دي المفروض خادمين الشعب وبياخدوا اجر على شغلهم عندنا. يبقى المفروض يرجعوا لسكناتهم ويشوفوا شغلهم، لان احنا الملاك البلد اللي المفروض نختار رئيسنا بايدينا، والمفروض كل واحد ليه حق في البلد دي لازم يقول رأيه بحق لكن بصراحة. هم برضه، مفيش يعني واحد صاحب. يا استاذ اسماعيل، هم برضه هيجوا بانتخابات لو جم زي ما انت بتقول، يعني لا هترشحوا في حضرتك الانتخابات والشعب هو اللي ياخد هيختار. يبقى حضرتك ما يعملش انقلاب على الدستور بعد ما عملنا ثورة وياخدوا الحكم في رشهم ويتحكموا في مقدرات البلد ويلوا دراع الراجل اللي احنا جبناه بنفسنا ويلوا دراعه ويكتفوه وفي طول السنة دي كلها عشان ما يظهرش ان هو راجل نعم، محترم وان الراجل ده مخلص للبلد دي وكان ماشي بما يرضي الله، ولولا دراعاته كلها متكتفه اللي هي الشرطه والجيش والاعلام، وبعد كده يقولوا لنا ده فاشل شكرا شكرا لك ويطلعوا الناس أستاذ عليه إسماعيل ويطلعوا من الناس. القاهرة. يعني نتوجه إلى اتصالات أخرى حتى نستقبل العدد الأكبر من اتصالاتكم مشاهدينا الكرام. معنا محمد مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، أهلا بك يا أستاذ محمد. السلام عليكم يا أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا دعني أحيي هؤلاء الملايين الذين نزلوا اليوم في شوارع مصر. الصحف المصرية الشيء تقول الثاني، عشرات يا أستاذ محمد. نعم الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح السبت بتقول عشرات. يا الصورة لا تكذب، الصورة لا تكذب، ومعروف أن الإعلام المصري هو إعلام كاذب من أيام حسني مبارك، ده شيء يعني منتهي. نعم، الشيء الثاني يا أخي، أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا والله ما أنتمي لأي جماعة أو حزب أو تنظيم، لكن أنا أوجه رسالة لعبد الفتاح السيسي. لن تحكمنا يا سيسي غصب عنا، على أجسادنا أن تحكمنا بالدبابة وبالسلاح. نعم، شكرا لك الأستاذ محمد مصري مقيم بالسعودية. نتوجه إلى جنوب القاهرة إلى حلوان، ومعنا من هناك عبد العزيز. عبد العزيز، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا وبركاته. استاذ عبد العزيز؟ أهلا بك يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب يا أستاذ عبد العزيز؟ والله انا احب ان اوجه التهنئه الى المشير علي جمعه بمناسبه حصوله على لقب المشير والقاء الخطوه البارعه هو حصل هذا على اللقب اليوم. امتى يا استاذ عبد العزيز؟ حصل عليها وهو نايم. وانا ايه قلت لك اهنئه واقول له لماذا تذكرت عبد المنعم رياض بعد 46 سنه؟ اقول له يا سياده المشير علي جمعه، دع عبد المنعم رياض في ترابه واحترم سكونه، لانه لو قام يوما بينكم حقا فسوف تقتلونه.
وهناك ايها المشير بتشجيعك للجيش لاقتحام المسجد الاقصى، وهناك سياده المشير علي جمعه بتشجيعك للجيش المصري باقامه هيكل اليهود المزعوم، وهناك يا سياده المشير علي جمعه انت وسياده المشير وزير الاوقاف باقامه هتشاور اليهود على هيكلهم المزعوم. دعوا دعوا شهدائنا القدامى، وخليكم في شهدائنا الحنيفين لسه دماؤهم ما زالت تروي ارض البلاد. سينتقم الله ان شاء الله باذن الله، سينتقم الله منكم شر منتقم، وسيرينا فيكم اياته. اللهم ارنا فيهم اياتك الكبرى، وارنا فيهم اياتك العظمى. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم نعم. اخرجهم من الطرقات مجانين يتلاعب بهم الصبي والغلمان. شكرا لك اللهم أستاذ كما عبد العزيز من حلوان، عذرا على المقاطعة، من أجل استقبال العدد الأكبر من الاتصالات معنا من الإسكندرية. المهندسة فوزية، السلام عليكم باشمهندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ عبد العزيز مجاهد، ربنا يجعلك يا رب نصيب من اسم حضرتك وفي سبيل يكون يا رب. أنا طبعا بشكر ربنا إن هو سخر قطر والجزيرة لأن تكون شاهدة على الحق بالحق وموثقة للأحداث، وقبلها أشكر أمهات وآباء كل طاقم الجزيرة من صغيرهم لكبيرهم إن هم ربوا لنا رجال صالحين. أقول حسبي الله ونعم الوكيل في من شق المصريين، وأمهد لشقهم من 19 مارس وبعدها، ومن جعل العداء بين الجيش اللي هم أبائنا وأزواجنا وأولادنا وإخواتنا، وأوصي كل أم إنها توصي ابنها أو أخيها ألا يلوث يده بدم أي بريء. وأظن إن ديننا ما تركش الموضوع ده كده يعني من غير ضوابط. لو كان الإنسان ده بيدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله أو أهله، هو فقط المسموح له ان هو يقتل اذا كان المعتدي عليه ده هو كان حريص على قتله. وبعدين حضرتك انا بقول لحمدان بقى يلعب في الموضوع غير ده خالص، لان هو لو كان وطني صحيح لما كان قاد جبهه الخراب لاسقاط مرسي الرئيس المنتخب اللي هو كان استاذ حمدان صباح النهارده بيقول انه الانتخابات يعني ربما لا تكون نزيهه، وانه هناك قمع وهناك انتهاكات لحقوق بقى الانسان حضرتك والمسؤول عنها المشير السيسي. هو عايز يستغل الفرصه في ان يعني عايز يستغل فرصه كره الناس للسيسي وكره الناس للحكم العسكر، فهو بيحسب ان دي الناس بقى هتقول ده من ريحه الثوره. لا. هو لو كان من ريحه الثوره ما كان ضيع التجربه الديمقراطيه اللي كانت محتاجه دعم كل واحد مننا. الفكره اما الفريق وصلت. عنان المهندسه فوزيه اما الفريق الاسكندريه عنان معلش اشكركي شكرا جزيلا وعذرا ايضا على المقاطعه من الاسكندريه الى جارتها البحيره. محمد سلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله سعادتك، ألو. أيوة اتفضل سامعك. سعادتك إحنا بننزل للتظاهر السلمي وبيضربوا علينا نار، وإحنا لغاية دلوقتي مش عاوزين برضه نتعامل بالمثل. فين يا أستاذ إحنا مش محمد؟ عاوزين بتنزل فين يا أستاذ محمد؟ في حوش عيسى ولا في أبو المطامير ولا فين؟ أيوة سعادتك في حوش عيسى. في حوش عيسى. فهم بيضربوا علينا نار وفي حاجات الجزيرة ما بتجيبهاش، يعني في ناس بتموت كتير الجزيرة برضو ما بتجيبش ايه كل اللي ماتوا، بتجيب اللي كتر خيرها يعني مش احنا يعني نحاول ان نصل ان نخرج ما نصل اليه. سعادتك فهو دلوقتي المعاملة هتبقى بالمثل، يعني الجمعة الجاية دي هتبقى خراب، لان احنا قررنا ان المعاملة بالمثل، حملات السلاح هتنزل واللي يموت منهم الله يرجعهم، يعني احنا خلاص البني ادم اتخنق. لا كل لا مرة بالراحة بس يا رابعة أستاذ محمد، يعني في ناس في البحيرة قررت إنها تحمل السلاح وتواجه الداخلية لو ضربت عليها نار. خلاص ما خلاص ما هو البني آدم كلب إيه؟ ما هم مفكرين نفسهم إن هم أبطال وإحنا بنخاف ربنا فيهم، وهم مش عاوزين يخافوا ربنا فينا إحنا، فعمالين يموتوا فينا زي الخرفان ويعتقلوا، وفي حاجات كتير قوي بتحصل، يعني أنا شاهد أعيان، أنا واحد من ضمن شاهد أعيان وعندي مستندات بأن اللي هو البطران اللي مات ده، هو اللي هو البطران اللي مات، اللي عمالين يقولوا مات في سجن الفيوم، ده مات في سجن القطع قدام عينينا. طيب يا مات في استاذ سجن محمد، القطع بس قبل ما نروح في للي هو البطران، انتوا لو شلتوا سلاح والداخليه شالت سلاح، تعتقد المشهد هيوصل لايه؟ الدنيا هتتحل كده؟ يكش اللي يخرب سعادتك، ما هم مش عاوزينها سلمي، الرئيس الشرعي المنتخب حابسينه وعمالين يقولوا احنا المنتخبين وعمالين يلعبوا على الشعب المصري الثلاث ورقات، واحنا لغايه دلوقتي خلاص فضينا. ما نعم. فضينا، ما انا لما يموت ابن خالتي وابن عمي وانا اقعد اقول رابعه وخمسه والافلام دي، لا لازم ننزل بقى نتعامل بالمثل. نعم. ما خلاص ما خلاص البني ادم بقى ليه طاقه،
يعني احنا قررنا ان احنا خلاص يعني احنا لينا طاقه، نعم يعني محمد الكهرباء من هيموت غيرنا. البحيرة يبقى أشكرك الشخص شكرا جزيلا. نتحفظ مشاهدينا الكرام إن فهم من هذا الكلام أنه نوع من أنواع التحريض. معنا من ليبيا محمد مصري مقيم في ليبيا، أهلا بك محمد. معاك ابو حلاوه محمد، ابو حلاوه من ليبيا يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمد. السلام عليكم قناه العزه والجراءه يا اهل الجزيره. ابو حلاوه الغلبان معاكم بكل فخر واعتزاز، اتمنى ان اكون اخواني، وانا مؤيد للاخوان الذي بكل فخر لن ينشق منهم واحد من اول الاحداث الداميه طب السبب، العالم السبب كله وجهه مش نظرك عارفها. ليه يا استاذ ابو حلاوه ان الاخوان ما رغم وجهه نظري اللي مقتل جاي الاف استاذ الكلام، واعتقال معلش عشرات تذكر عليا الالاف فيه واصابه عشرات الالاف ما نشقش منهم حد ذا بال، يعني حد عضو مكتب ارشاد او عضو مكتب اداري او عضو مجلس تمام يا شورى. فندم، تمام. اقول لحضرتك يا فندم، العالم كله شهدها، وللاسف في كل من المصريين لا يعلموا شيء. حكومه الانقلاب فقدت 90% وكل واحد ظهر على حقيقته، فاقوا بصوا ما لقوش تورته يا استاذ. فلماذا كل هذا الكذب من الاول يا عم السيسي؟ انا ابو حلاوه وقلت لكم من على هذا المنبر الشريف، منبر الجزيره، الشعب هيعلقهم في الميادين اللي هم قتلوا فيها خيره شباب مصر. فلهذا يسقط حكم العسكر ويتم محاكمه المتسبب الاول حسني مبارك علشان هو اللي علمهم الكذب. النهارده سبع كفته، بكره يبقى محل كباب. ربنا يكشفكم يا مفضوحين السيسي. شكرا ولماذا لك محمد ابو حلاوه، تحدث من ليبيا عن الكفتة والكباب، لكن هو محمد أبو حلاوة معنا من الفيوم. حمدي حمدي أهلا بيك. سلام. طبعا أنا بقالي حوالي شهر عايز أدخل مع حضرتك، مش عارف يعني. معلش احنا يعني بنحاول ناخد أكبر عدد من الاتصالات لكن في ضغط علينا. أعذرنا يا أستاذ حمدي. أنا بتكلم مع حضرتك بما إني أنا راجل مصري وأعرف مصر كويس. إحنا شعب مستبد، مش من 30 سنة ولا من 60 سنة. العرب قبل الاسلام، والدوله دي مش مكتوب عليها تستريح اصلا خالص خالص. السيسي كل من بيتكلم على السيسي هو حريم، حريم المصاطب المصاطب. انت معايا حضرتك؟ طيب يعني انت شايف ان احنا شعب ما نستحقش ان احنا نكون ديمقراطي، ولا شعب ان احنا نستحق ان يجيب لنا حاكم يا عادل؟ يا استاذ الفاضل، احنا شعب مستحيل 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 نعيش عيشه، يعني يقول لك عيش حريه عداله اجتماعيه. من يوم ما الثوره قامت 25 يناير وانا واحد مصري قاعد قدام التلفزيون قلت احنا شعب ما فيش عيش ولا حريه ولا عداله اجتماعيه غير لما الكلاب، سوري، لما الكلاب يعني انا مش عايز اغلط، لان احنا شعب هم ليه ما عينوش حازم واسماعيل؟ محمد مرسي قبل ما يتعين اصلا والرجاله بيجتمعوا داخل الغرفه هم عايزين واحد معين، وبعد كده يجيبوا الجاسوس محمود بدر ويلم حمل التمرد. يعني احنا لا نريد نتحفظ عن توجيه اتهامات لاسماء داعمين، لكن انا عايز اسالك بس سؤال يا استاذ حمدي. ان اوروبا اللي احنا دلوقتي بنستلهم منها تجارب الديمقراطيه كانت من 200 سنه و250 سنه في ظروف سياسيه أسوأ مما كانت في مصر، لكن الشعوب تقدمت وصار هناك منظومه ديمقراطيه لتبادل الحكم. لماذا تستكثر على المصريين ان يحذوا نفس الطريقه او يسيروا نفس الخطوات؟ يا استاذ العزيز ديمقراطيه ازاي وموجود ناس، يعني انا بتكلم كلام العالم كله يعرفه. احنا شعب خلاص، احنا شعب مجموعه بتمسكنا، مجموعه مسكانة احنا مش قادرين نتخلص منها ولا هنعرف نتخلص منها. طول ما في اعلام قذر، طول ما في محمود بدر، طول ما في امثال كل من بيغير كلمته، كل من احنا شعب حبينا الكراسي، احنا شعب عشنا ناخد على قفانا لمؤاخذه في اللفظ. احنا شعب لما دوله زي دوله قطر العظيم وقفت جنبنا مستقطرين نقطه من بحر، تقف جنبينا تساعدنا. طيب. كل الناس اللي في الشوارع دي عشرات. انا بس وصلت يعني بس فكرتك حضرة. استاذ استاذ حمدي، لكن ربما هذا ما يحاول هؤلاء المتظاهرون في الشوارع ان يغيروا هذه المعادله، تحديدا ان يغيروا هذه المعادله التي تتحدث انها مستمره في مصر منذ اكثر من عده عقود. معنا مره اخرى من البحيره من حوش عيسى احمد ابو المجد، اهلا بك استاذ احمد. فقدنا الاتصال يبدو الذي كان من احمد ابو المجد من حوش عيسى. نتوجه الى الاستاذ هشام الذي يحدثنا من الدوحه، اهلا بك استاذ هشام. ايضا يبدو اننا فقدنا هذا الاتصال. اذا مشاهدينا الكرام نحن نستقبل اتصالاتكم التي تاتينا تباعا على الارقام الظاهره على الشاشه، ونعرض لكم الان مشاهدينا الكرام عدد من المسيرات التي خرجت في مختلف محافظات مصر منذ قليل الى فرنسا. ومعنا من هناك محمد، اهلا بك محمد.
اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ عبد العزيز؟ اهلا بيك يا فندم. تحياتنا الكبيرة لقناة الجزيرة، قناة الأحرار، الإعلام الحر. أحب أشارك مع حضرتك يعني وأقول أوجه شوية كلمات بسيطة. أول رسالة للثوار اللي كانوا في الشوارع اليوم، احنا طبعا بنقول لهم ان احنا بنشد على ايديهم يحكوا، وان وراهم ملايين في الخارج مصر، يعني في جميع الدول الخارج مصر الروسيه والعربيه. واحب اوجه رساله للسيسي واقول له ان القصاص قادم وعن قريب ان شاء الله. نعم، وصلت رسالتك استاذ محمد من فرنسا. معنا ايضا استاذ محمد سمك من الاسكندريه، اهلا بك استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد سمك، مقيم أساسا في هولندا وفي إن شاء الله في اسكندرية. أنا بس أنا عاوز أوصل رسالة لمصر، يا جماعة بالله عليكم فوقوا للمؤامرة اللي أنا شايفها إنها على الإسلام. النهاردة ابتدى يتأسس حزب إسلامي في هولندا، حزب الوحدة، وإحنا في مصر بنحارب جميع الاحزاب الاسلاميه. يا جماعه فوقوا لنفسيكم، يا جماعه السيسي ده ليس الا عميل بيحارب الاسلام. دي رسالتي باختصار شديد. نعم، وصلت رسالتك استاذ محمد سمك من الاسكندريه. ومعنا ايضا من الاسكندريه خالد، اهلا بيك خالد. اهلا وسهلا بحضرتك. الو، ايوه اتفضل يا استاذ خالد، سامعينك. حضرتك انا عايز اعرض فكره صغيره كده، مش عارف تكون ناجحه ولا مش ناجحه والله. يعني سريعا يا استاذ خالد بنسمعك على طول على طول في ثواني بسيطه. يعني احنا ممكن الشرطه عماله تتحكم في الشعب وعماله تاذي في الناس بحق وبدون وجه حق؟ احنا ممكن حضرتك الناس كلها، جميع اللي عنده ثغرات، يقفل جميع الشوارع، مش هيعرفوا يتحركوا، يقدروا يتعاملوا مع الشرطه دي باي وسيله، بحيث ان هم ما يتحركوش بالثغرات مكانهم هم عايزين. انت بتوجه يعني، فقدنا الاتصال بعد ان طرحت الفكره، ربما نحاول الاتصال بك في وقت اخر. لكن الاستاذ خالد طرح فكره هو اغلاق السيارات حتى لا تتمكن سيارات الشرطه من الحركه، لكن سيارات الشرطه كما راينا في الامس تتخفى في شكل سيارات للمياه الغازيه. نشاهد الان مشاهدينا الكرام على الشاشه مظاهرات خرجت الليله في الحوامديه بالبحيره وابو صير بمركز إتصا بالفيوم، والسادس من أكتوبر مدينة السادس من أكتوبر سلسلة بشرية يحمل فيها المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وأيضا مسيرا من الرمل بالإسكندرية. معنا من المملكة العربية السعودية صلاح، أهلا بيك أستاذ صلاح. مساء الخير يا أستاذ مجاهد. مساء النور يا أستاذ صلاح. إزاي سعادتك؟ الحمد لله بخير. في نقطتين بالنسبة لل، مش عارف أنت ليه ما بتديش مساحة شوية للناس بالذات اللي بتكلموا من مصر، مع ان التكلفه الكوست عليهم عالي شويه. والله احنا بنحاول ناخد اكبر عدد من الاتصالات يا استاذ صلاح، بس حاول تديهم كوست. يعني هم انت عارف مكلفين نفسهم فوق طاقتهم، فاديله متنفس يا استاذ مجاهد. دي حاجه، دي اول نقطه. الحاجه الثانيه اللي كان الاخ اللي بيقول لك ان الشعب المصري ما يستاهلش وكده، هو فعلا الشعب المصري ما يستاهلش لعده اسباب. اول شيء الشعب المصري جهل من 1952 حتى 2014. السيسي جه يكمل عملية التجهيل اللي قام بيها عبد الناصر من سنة 54. الشعب المصري لما بتتعاطى معاه بالذات بتوع السيسي تقول له الإخوان عملوا إيه؟ يقول لك الإخوان كانوا هيردوا البلد في ده. نقول له طب مش هم عملوا مراكز غسيل الكلى مجاني؟ يقول لك أيوه. وبيعالجوا الناس ببلاش؟ ايوه. وبيصرفوا لهم دواء ببلاش؟ ايوه. طب انتوا عندكم كام واحد في بلدكم اخواني؟ يقول لك كتير. في اخوان اتعدى على جاره؟ لا. في اخوان عاكس واحده؟ لا. اما بتدور على الاخوان بتلاقيه فين؟ يقول له الاقيه في المسجد. طب ازاي الناس دي كانت هتودي البلد في داهيه؟ يقول لك هو كده. هي القضيه النهارده من يوم فض رابعه، من يوم فض رابعه لحد النهارده الناس بتخرج تقول يسكت يسكت حكم العصر. العسكر خدوا الحكم بالبندقيه يا استاذ مجاهد. هيرجع الشرعيه ترجع بالهتاف؟ ده شيء مستحيل. الشعب بيخرج كل يوم يسقط يسقط، ويسقط منه 3 4 8 10 15 قتيل، غير المجروحين، غير المصابين، غير ده غير ده.
ما هترجع ابدا الشرعيه بالهتاف. جيفارا قال الحق يؤخذ على فوهه البندقيه. انا النهارده عايز ارجع الشرعيه في اساليب لارجاع الشرعيه، انا بدافع عن نفسي، اقتل من يقتلني، ادهس من يدهسني. لكن ان انا اطلع يسقط يسقط وارجع البيت، ده كلام فاضي ولعب عيال مش هينم عنه حد. ارهقوا الاقتصاد، ده كله على حساب الدوله. طيب يا استاذ صلاح، يعني البعض هيرد انه الثوره المصريه كان كتير من المصريين بيتباهوا ان هي ثوره سلميه وما قتلتش حد، وان هي ما رفعتش السلاح وما نصبتش المشانق. نعم، يعني الناس احنا بنفتخر بده، احنا بنفتخر بيه، بس هو عيب من عيوب الثوره المصريه ان هي ما نصبتش المشانق. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى يا اخي قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او الاختيار. فانت النهارده لما تيجي ناس بتقتل المصلين وتقفل المساجد وتحرق المصاحف وتدهسها في الزباله، وبعدين تقول لي ده مش حرب على الاسلام اصل الاخوان دول ناس وحشين. طب يا اخي الشعب المصري كله اخوان. يعني انا دلوقتي راجل النهارده عايش بره مصر بقالي 34 سنه، شفت الاخوان فين ولا عرفتهم فين ولا كلمتهم فين؟ احنا كان عندنا ديمقراطيه وليده جميله، شجره لابد لها من الرعايه، جاء العسكر دسوها بجنزير الدبابه. طيب يا استاذ صلاح، الفكره كده، الفكره كده وصلت. اشكرك شكرا جزيلا. نتوجه الى ايطاليا، ومعنا من هناك استاذ وائل. اهلا بك استاذ وائل. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا كنت عايز اشكر قناه الجزيره وطاقم الجزيره كله اولا. ثانيا انا كنت عايز طبعا اعلق على موضوع المظاهرات. المظاهرات طبعا هي مش الشرعيه زي ما كان بيقول الاخ اللي قبل مني، الشرعيه مش هتيجي كده بالمظاهرات والهتاف والكلام ده كله. الشرعيه اتخذت بالقوه فلازم ترجع بالقوه. والقوه عند الجيش. واحنا نعم، والقوه عند الجيش. القوه عند الجيش؟ لا، القوه مع الشعب، ما فيش جيش بيهزم شعب، دي اولا. ثانيا ان مش كل الجيش موافق على اللي بيحصل، ولا كل الشرطه موافقه على اللي بتحصل. في ناس شرفاء، والناس الشرفاء اللي في الجيش والشرطه اللي بيكتشفوهم ان هم شرفاء بيموتوهم. دي حاجه. ثاني حاجه، قانون الارهاب اللي هم طالعين ده، اولا انا عايز اقول للسيسي والحكومه بتاعته احنا لا بيرهبنا قانون ارهاب، ولا بيرهبنا اي قوانين، ولا الاعدام، ولا بيرهبنا حاجه. احنا بندافع عن الحق، وبندافع عن الاسلام، وبندافع عن الشرعيه. دي حاجه. ثالث حاجه، موضوع ان في حركات بتطلع زي 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين والناس دي تقول لك ان التنحى عن الرئيس مرسي والشرعيه، احنا لا يتنازل عن الشرعيه. احنا الرئيس مرسي هو اللي لازم يرجع، وبعد كده هو اللي يقرر يعمل ايه. لان لو الرئيس مرسي ما رجعش احنا هنخش في دوامات كبيره، حلنا بقى نخش في انتخابات تاني ومش عارف ايه وكلام من ده. الوقت يرجع الرئيس مرسي يمسك البلد، وترجع الحكومه، ويرجع مجلس الشعب كمان، لان مجلس الشعب ده هو اهم حاجه، وكان اهم حاجه هم استندوا عليها ان هم حلوا مجلس الشعب عشان الرئيس ما يعرفش يطلع قوانين، وما يعرفش ما يشوفوش الفساد اللي كان فيه المجلس العسكري وحكومه مبارك وغيره وغيره. طيب استاذ وائل، انت بتقول الشعب يمسك الشعب يشيل السلاح ويواجه الجيش، شايف ان ده ممكن يبقى حل؟ احنا مش يشيل السلاح، احنا ما بنقولش يواجه الجيش، احنا مش واجه الجيش، احنا الشرطه، الجيش اولا مش كله مع 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 السيسي، لان السيسي مجرد هو شخص. ايه دليلك على كده؟ لغايه دلوقتي كل المواجهات اللي بيقوم بيها الجيش واللي كان بعضها ادى الى احداث مذابح. في ضباط كتير، في ضباط كتير في الجيش معتقلين ومسجونين. دي حاجه، دي حاجه. تاني حاجه، نعم؟ نعم نعم، اسمعك استاذ وائل، اتفضل. بقول لحضرتك ان في ضباط كتير من ضباط 8 ابريل اللي معتقلين وفي السجون دي كلها، الناس ديت وفي ناس كتير في السجون. دي حاجه. تاني حاجه، الشرطه اللي هي عماله تدبع وتغتصب البنات وتعذب المعتقلين، احنا مش هنسكت تاني على الكلام دوت. انا مش هيبقى لي اخ معتقل ولا يخطب تغتصب وهسكت استنى مش عارف ده مش شرعيه يقول لي السلميه، لا، انا هطلع بنفسي اجيب حق اختي وحق اخويا وحق ابويا الاختي وحق الناس اللي ماتت ديت. فلابد مين حق الناس اللي ماتت دي؟ طيب الناس شكرا اللي جزيلا ماتت 7000 ولا 8000. نعم استاذ وائل، شكرا جزيلا، اشكرك، وصلت رسالتك استاذ وائل من ايطاليا. وبه نختم هذه النافذة المفتوحة التي تلقينا فيها مشاهدينا الكرام بعضا من اتصالاتكم، ونعتذر لمن لم يوفق في الوصول إلى هذه إلينا في هذه الفقرة المفتوحة. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.